اللينجو خدمناه لقينا فيه حس ولقينا فيه دخان وما يركحش وديما تفطف، شكينا في امره، عاودنا هبطناه من السياره، نزلناه من السياره وفكيناه. طبعا كيف فكيناه نحينا الكارتير اللي هو هذايا مقابلكم، هذايا مكان الكارتير، ونحينا وفكينا البومبويل هذايا الكارتير، وفكينا البومبويل، فكينا البومبويل والصفاي نتاعها طبعا الكسكس نتاعها، وفكينا الكلاس اللي هو هذا الكلاس نتاعها، وشفنا يعني نقول الكلاس لاباس عليه جديد، انما اللي لفت انتباهنا كونه فما تروا شامبر كحل، تشوف فيهم شامبر اثنين ثلاثة كحل لاباس عليهم، فما واحدة ما تحرقش اللي هي هذه. هنا دخلنا الشك اللي فما حاجه في الموتور، كي دورنا الفيلبروكان دورنا البيستونات، لقوا البيستون هذا وهذا، يعني الزوز البيستون طايح حلوطه شوي، فكينا البيستونات من مكانهم. وقت اللي فكيناهم شوفوا ايش لقينا، يعني الموتور هذايا يكون شارب الماء، شوف البياله كيش تعوجت، شوف موتور جديد لكن شارب، ظهر لي فيه شارب الماء، هذه مايلة شوية وهذه معوجة على الآخر. هذا شنو هو الديفو اللي في المحرك هذايا اللي خلانا حايرين وما عرفنا المشكل نتاعو إلا بعد ما فكيناه. كيف فكيناه لقينا زوز بيالات معوجين، زوز بيالات معوجين، واحدة معوجة يعني برشا، واحدة معوجة شوي. طبعا وقت اللي تبدو بيالات معوجين نعرفوهم ديريكت انه الموتور هذا شارب الماء من لادميسيون. اش معناتها شارب الماء؟ معناتها وقت انسان تصب مطر ولا جيواد ولا كذا ويكون متعدي في وسط الماء برشا، ولا مطر ولا واد فيه ماء برشا، يعني فما الدريت نتاع لادميسيون يبدا قريب ياسر للماء، يجبد الماء، كي يجبد الماء يسبيريه الموتور من لادميسيون، كي يسبيريه الموتور من لادميسيون يهبط على البيستون. الماء طبعا اقوى من الماء ارزن من الكومبريسيون اللي جاي، فطول تتعوج البياله، طول تتعوج البياله، لكن ساعات يكسر البلوك ساعات ما يكسرش البلوك، لكن الاغلبيه ديما يعوج البياله ويسكت. يعني هذا الديفو اللي في الكراهب الديزل بصفه عامه، لونسيان ولا نوفو كلهم، يعني في الليسونس هو احيانا يعوج واحيانا لا، تسكت السياره وكو يعني من غير ما تصير فيها حتى مشكله في الانسيان. اما في النوفو تولت البياله جويده دوب ما يشرب شويه ماء من هنا، من هنا يتعوج. هذه معلومه يعني يمكن بعض الناس ما يعرفوهاش، اللي ديما ننصحهم ونقول لهم ديما وقت تجي متعدي من ماء يعني برشا، من واد او من ما فيه او من مكان فيه برشا ماء، ماذا بك فما ديريت نتاع لاديميسيون اللي هو يجي في الموتور من فوق، تنحى من الاخر نتاع راني نشوف نوريكم تو الموتور نتاع خو هذا اللي فرقناه، ونوريكم ديريت شنو اللي لازم تنحي. Thank you.
هذا مكان الدريت اللي قلت لكم هو اللي يشرب الماء من الشارع او من الواد ولا كذا. هذا ديما الانسان وقت اللي هو يبدا فيه مكان فيه برشا ماء يعني ممكن يعني يغم على الاقل الماء اللي بشي اللي نحكي عليها مش الماء شويه، الماء على الاقل يغم الكارتير من لوطا او حركه من كذا، الانسان باش يتعدى او من ناحيه الدريت هذا من فوق من هنا باش ما تصيرلاش العمليه كما صار في المحرك اللي وريتكم من الاول. كان خاطر كان يشرب الماء من هنا يدخل للادميسيون، الادميسيون يهبط للبيستون، يهبطوا سيباب للبيستون، وقت البيستون يجي يطلع ويلقى الماء قدامه ديريكت البيال تتعوش خاطر الماء رزين مش كيما الكومبريسيون. تو نزيد نوريكم في موتورات اخرين زاد باش الانسان ديما يرد باله. هذا هي موتور بارتنير، هذا هي موتور 1.9 رينو، موتور ار 19 1.9 رينو ار 19 وفي الكونغو وفي ال يعني يعني في الميغان الاولى ميغان ان موجود يبقى عدة سيارات. هذا حتى كذلك كيف دريت هذايا اللي يخرج من هنا وقت الانسان يدخل في الماء ولا حاجه ما برشا ينحيه من هنا من الكرومه باش ما يصيرش العمليه كما صارت في المحرك او الموريتوك. هذا موتور الهاش دي، الهاش دي هذا الفلتر، هذا الدريت نتاع الفلتر نتاعو في الهاش دي. هذا المكان اللي منجم يدخل منه الماء، هذا يكون الدريت نتاعو طويل ساعاتي كيف تدخل تعدى من الماء ينجم يسبيري الماء. هذا زاد الانسان اللي عنده الهاش دي يرد باله يدخل ماء برشا ولا حاجه يفك الدريت هذاك. هذا بالنسبه للموتور الهاش دي. هذا موتور 306 زاد 405 والبارتنير زاد كيف كيف، هذا فيها دريت يجي هنا حتى هو انسان وقت يجي مش يتعدى من الماء وماء برشا ينحي الدريت من هنا باش ما يسبريس الماء باش ما يصيرلاش المشكل اللي صار في الموتور اللي وريته لكم في اول فيديو.